يحضر الجميع. المهمة بتاعنا يخص الحصيلة تاع اليوم، عندنا 89 شخص اللي ما احترمش الحجر الصحي، عندنا 6 سيارات وعندنا دراجة نارية واحدة. فيما يخص المحلات، مع القرار الأخير كاين 3 محلات اللي اتخذنا معهم إجراءات في هذا الوقت هذا كي كنا نخدموا المداهمة. علي منجلي راهم بين الساعة يعني الواحدة مساء، الواحدة بعد الزوال حتى السادسة مساء، 35 محل كان عندهم قرار غلق، وهذا لعدم يعني احترام القرار الأخير اللي جاء في المرسوم السيد الوزير الأول، حفاظا على سلامة المواطنين ووضع حد لانتشار فيروس كورونا هذا الوباء القاتل، الشيء الذي أدى ببعض الأشخاص لانتهاز فرصة لتوقف هذه الوسائل النقل العمومي وسلوكهم إلى النقل غير شرعي للمسافرين، حيث تدخلت مصالحنا في هذا المجال منذ بداية شهر رمضان المعظم بتوقيف ما عدده 300 سيارة. هذه الأخيرة أنجزت ضد أصحابها ملفات جزائية حولت إلى النيابة الفصل فيها، ومن المقابل تم وضعها بالمحشر البلدي لمدة قانونية تتجاوز ب 15 يوما.